وقف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على عمل الوزارة في تطبيق المدرسة الافتراضية بعد صدور قرار تعليق الدراسة في جميع مدارس التعليم العام، واطلع على بدء تفعيل منصة المدرسة الافتراضية الموحدة لمحافظة القطيف واستكمال حسابات جميع المستخدمين في بقية مناطق ومحافظات المملكة خلال هذا الأسبوع. وتابع آل الشيخ بث قنوات عبر المباشر أو عين المباشر للدروس بشكل غير متزامن لجميع المراحل الدراسية لأجل تمكين الطلاب والطالبات من متابعة يومهم الدراسي، وذلك على تردد عربسات 12437 عمودي من خلال 15 قناة من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 12:30 ظهرا، وتعاد طوال اليوم أو عبر قناة يوتيوب التعليمية على مدار الساعة.